يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد أحد الشباب قد أبدى رغبته لي بالذهاب لإحدى الدول للجهاد. يقول يوجد أحد الشباب قد أبدى رغبته لي بالذهاب لإحدى الدول للجهاد، فما هو واجبي تجاهه علما بأنه حديث السن، حيث إنه يريد معرفة الجهاد الصحيح في الإسلام والجهاد الذي حرمه الإسلام ومنع منه، فما توجيهكم وفقكم الله؟ عليه أن يسأل أهل العلم، أن ترشده إلى أهل العلم، يسأل أهل العلم عن الجهاد في سبيل الله. نعم.